الشعاج عنا نوبل بنمشي حالنا تمشي يا ربع رغيف نص رغيف وعلى هذا بنشبه حالنا تشبيع بسيط عشان نمشي بقية يومنا بالنار بجوعنا. يقفون بالساعات لتأمين رغيف الخبز، يتضورون جوعا، معزولون عن الغذاء والدواء والوقود. هذا حال معظم سكان قطاع غزة في إطار الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي. وضع صحي وغذائي مترد دفع بمنظمة Human Rights Watch لاتهام إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، بعد توثيقها منع القوات الإسرائيلية وصول إمدادات المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع المنكوب. ووصفت المنظمة الحقوقية الأمر بجريمة حرب لا تغتفر. الحكومة الإسرائيلية ردت على اتهامات سلاح التجويع وصفة Human Rights Watch بأنها منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل، كونها بحسب وصفهم تحدثت عن الوضع في غزة وغضت النظر عن معاناة الإسرائيليين وحقوقهم الإنسانية، محملين حماسة مسؤولية ما يجري في القطاع. أكثر من 2 مليون فلسطيني نزحوا منذ بدء الحرب، خرجوا بحثاً عن الأمان فوجدوا أنفسهم مشردين يشكون مشقة العيش في أوضاع صعبة فاقمها برد الشتاء القارس. كل معنى حرام خفيف وبننام على الأرض، بسم الله على الأرض بننام، وتعمل الخيمة في الليل بتندي وإحنا على البحر، والشتاء بارد 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 جداً، ولما أصعب إشي إنك تقضي حاجتك في الشتاء في المنطقة المغلقة، لا في خدمات ولا في مية ولا في صرف صحي وريحة مجاري ولا في مزبلة بلا مؤاخذة.